اهدى يا جماعه لو سمحتم. ثانيه فيلم عبد الربيع هو مدعاه الفخر اي حد مش عارف مين بشكل شخصي. انا حاسس ان انا بكمل حاجه جوايا بدات من قبل الثوره باقتناعي بان انا اقدم حاجه لبلدي، ان انا اقدم راي نابع من جوه قلب مصر، مش من غطاها او من فوقها او من فوقيها. يعني شاركت في الثوره ايمانا بده، وبقدم فيلم عن الثوره تكمله لهذا الايمان اللي لن يتزعزع ابدا. سعيد ان انا بارخ وبرصد مجموعه من الناس اللي حبوا مصر من قلبهم، انا فخور بيهم اساسا، وكنت فخور ان انا قابلت كتير منهم في ميدان التحرير. الفيلم ده بيقول ان اي حد في مصر يقدر يقدم لها حاجه. السينما في حتة في وعكتها احنا وقفنا جنب بعض، وعلى فكره مضحيين جامد جدا عشان نعمل فيلم. نقول فيه ان السينما المصريه مش عمرها ما هتقع، بل هتتطور لقدام، وان الثوره المصريه حسب ما انا شايف مستمره بعد الفيلم كمان ان شاء الله. ان شاء الله.